السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بن ناصر، وين هداف، يعني هدف، يعني نقولوا بلي هداف وأكثر صناعة للفرص. أرقام بن ناصر ضد يعني أتلانتا تتحدث عليها بتقرير كبير تاريخي، وهي تقرير بيسبور وش أن ميلون وين فقد نقاط لكنه يكسب عودة بن ناصر لقوة يعني القوة تاعو المعتادة اللي بدا بها عابو الاول مع ميلون. بعد هو وين تراجع شويه بسبب الاصابات، بسبب المرض تاع كورونا، وبسبب العمليه الجراحيه، وين ناس خدمت بن ناصر خدم، يعني باش واحد تخلك بهذا المستوى، مستوى كبير، دو ماتش لعب 100% 100% 100% مكاش نقطه طايحه، 10 على 10 10 على 10 اعلى تنقيط. إنسان بريباراسيون كانت بمعنى الكلمة، ما رقدش، أي مش كارطيات، هذا ما يروحش يلعب كارطيات. حنا شاهدنا تاوعنا في ليكيب ناسيونال اللي بغاو يروحوا يجيبوا كوب ديمون، ومن بعد ولاو يلعبوا في الكارطيات، شاهدناهم يلعبوا في الكارطيات، ولاو يبردوا في الكارطيات، أيا باش يلعبوا كوب ديمون. هادو كانوا باغيين يروحوا كو يجيبوا كوب ديمون، هادو كو صح كو كاليفاو، كان تيجي يقول لك خلينا اليوم السطح حنا غادي نلعبوا. انا جاي نلعبو فوق السطح تاعك، خرجوا خرجوا خلينا نلعبو. انا اقول لك كيما هكا هذو الناس خدمت. تعادل ميلون بهدف لمثله امام نظيره اتلانتا في مباراه التي جمعت فريقين ضمن لقاء الجوله الثانيه من الدور الايطالي، والتعادل جاء باقدام الجزائري اسماعيل بن ناصر، والذي قدم مباراه يعني قولوا بلي قدم مباراة بمستوى عالي جدا، وظهر بشكل جيد، وكان الأكثر تأثير في أرضية الملعب. لعاب ويقدم كل شيء، لعاب وين نقولوا بلي وين أنا أقولها لكم ونعاود. ستيفانو هو شو قلت لكم؟ مي كانوا في البريباراسيون بالك تعقلوا شنو قلت لكم؟ قلت لكم بن ناصر السنة غادي يكون هو كما يقول لك المدرب يبني عليه الخطه، وصح راه يبني عليه الخطه. كي تشوف يعني بن ناصر الخطه تبنى عليه، فيما وين نقولوا لكم ابرز الارقام تاع بن ناصر في المواجهه، وين لعب بن ناصر اساسي وخاض 90 دقيقه كامله، ولم يغادر الملعب الا عندما اطلق الحكم صفاره النهايه، وين لمس النجم الجزائري الكرة 101، لمسها 101، لمسها 101، وقدم 86 تمريرة بنسبة دقة 86 100%. شوف كيفاش اللعاب وين 86 تمريرة بنسبة دقة 86%، تنخفض إلى 80.4 عندما تكون التمريرات في منتصف الملعب الخصم. قدم اللعاب 13 تمريرة طويلة، والتحم في كرتين على الأرضية من الأرض، ونجح فيهما، وفشل في 5، بالإضافة إلى ذلك التحام بكرتين في الهواء، ولم ينجح في الفوز بهما. القامة تاعو شوية وكلش. هجوميا سدد مرتين على المرمى وسجل هدف ولا أروع، ولعب كرتين عرضيتين ناجحتين وصنع 7 فرص. دفاعيا قطع النجم الجزائري كرتين وتسبب في خطأ للفريق الخصم، ولم يساهم في تشتيت او منع تسديدات الخصم.
يعني اللعاب هذا وين اكثر الارقام تاعو الصناعيه ديال لعاب كبير، لعاب كبير، لعاب لعاب مستوى عالي جدا، لعاب مستوى ما مش كيفاش انت ما يجيبش لا مدرب هذا ولا مدرب. بصح حنا ان شاء الله بربي هنايا المدرب تاعنا يعرف كيفاش يطوره، يعرف كيفاش حنا خاطر عليه من 2019 ورواح اللعابه ما ولاوش يتطوروا، كيجوا لهنا اللي كيما سوا ما يتطوروش ما يمدوش، ما تشوفش انت تشوفه انت تقول كيفاه في ميرو، كيفاه في مانشستر سيتي، كيفاه في وكيفاه من يجوا هنا بسبب الخطه الفلسفه تاع المدرب، مش يعرف كيفاش يستغل اللعابه اللي عنده، مش يعرف يستغل اللعابه. باش يكون على بالكم من شي عمل رب العالمين، تفكر بلي هذا اللعاب ما غاديش يلعب كوب دي مود، عيب كبير والله، لا عيب كبير. والله لا عيب كبير، الرب الحالي لعاب كيما هذا ما يحضرش ما يكونش في الكوب دي موند، يشوف كيما هكا كان اللي يقول لك لا قدر الله ما شاء. يا ودي نعش الشيطان، الشيطان مش قدر الله ما شاء، هذه كرة قدم، هذه كرة قدم، تقول لي قدر الله ما شاء، واللي ما خدمناش نجي معاك، كي تقول لي ما خدمناش نجي معاك، بصح تقول لي قدر الله ما شاء، هذه كون شو من روحنا خدمنا، حنا ما خدمناش، لعاب كيما هذا ما يلعبش كوب دي موند، واحد كيما محرز ما يلعبش كوب دي موند، عرفت شوف كوب دي موند كي مليحة، عرفت شوف كوب دي موند كيفاش مليحة، عرفت شوف بن ناصر، عرفت شوف اللعابة تاوعنا شكون يلعب، ها بن ناصر راه يلعب. ها بن ناصر راه يلعب برك، شوفو اللعابة وين يلعبو، ها بن ناصر يلعب، هذاك عطال أنا ما نفرحلوش، علاه ما نفرحلوش؟ توالي الماتش الجاي ينقرض، فاني كي تبليسة هي تربح، ما تنساوش نتوما بلي راه خرا قولو معانا. تاع عطال بيروح البارسا، ما تنساوش راكم داخلين عليا شتا انايا وكم داخلين عليا عطال بن ناصر بن ناصر بن ناصر. حنا المهم بن ناصر وين صنع الحدث في مختلف وسائل الاعلام والمواقع الرياضيه الايطاليه مختصه بعد يعني الاداء الكبير يعني اللي قدمه، وين راح الاعلام يعني بعد المفاوضات الجديده العقد يعني تجديد العقد مع افسي يعني اسي ميلو، ما احدث ازمه حقيقيه بين الانصار واداره بطل الموسم الماضي، ويفرض الانصار ميلو ضغط رهيب على المدير الرياضي باولو مالديني، يعني من نقولوا بلي كونه هو متكفل بملف تجديد عقد بن ناصر، حيث أشارت عدة مواقع إيطالية بأن الجمهور ميلو وجه رسالة قوية إلى إدارة ناديه من خلال تعليقات على الصفحات الرسمية الفريق عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي لمطالبة بضرورة الإسراع في إقناع متوسط ميدان الخضر، وذلك خوف من نجاح أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه في خطفه، خاصة ليفربول الذي يصر كلوب على تدعيم التشكيلة بلعب بمواصفات، ويبقى خلاف موجود بين بن ناصر وإدارة ميلو حول قيمة الراتب السنوي بعد اقتراح إدارة ميلو راتبها الأخير آخر سومة وهي راهي واصلة 4,500,000 أورو، وهو ما جعل مفاوضات تتعثر مبدئيا في انتظار جلسة ثانية مبرمجة الأسبوع القادم حسب ما أكده موقع الكاتيو، والذي أشار إلى أن وكيل أعمال بن ناصر كان متواجد في مدينة ميلو في الأيام القليلة الماضية، والجدير بالذكر أن بن ناصر يتواجد في أحسن أحواله مع بداية الموسم، وهو ما جعل المدرب ستيفانو يصر على تمديد عقده في أقرب وقت على اعتبار أنه ركيزة في تشكيلة النادي. أي دبر يساكم كلكم.
ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو تاعنا، وربي يحفظكم ان شاء الله.